رضوان جمالي، حقوقي وناشط فيسبوكي. اول حاجه كنشكر الموقع ديالكم، موقع اشواقع، الموقع اللي كيتمتع بالمصداقيه، واكبر دليل على ذلك هو نسبه المشاهده، اللهم بارك. اما بخصوص تراك عاش الشعب، انا ما غنلوم لا القناوي لا الزعر لا ولد القريه، بقدر ما غنلوم المؤيدين لاغنيتهم والتي نعلم ظروف نزولها، حيث بثلاثه على حساب قولهم كانوا في بار ديما حسب قولهم، وشربوا مزيان وكانت معهم الدريه حسب قولهم، وتعرضوا للاهانه من طرف شرطي، وبالتالي فكروا في الانتقام وبداوا بسب رموز المملكه. ورغم هذا وليتضح للعالم اننا بلد ديمقراطي لم يعتقلوا، هذه حقيقه لم يعتقلوا. اما القناوي فهو معتقل على ملف قديم، ما معتقلش على هذا التراك. اذا شي ناس كيشوشوا على اساس بانهم معتقلين ولا بانهم راه هربانين، خايفين وخايفين وخايفين، لا ما يخاف حتى واحد، حنا بلد ديمقراطي. اللي مشدود هو القناوي، مشدود على ملف قديم عنده كاع الناس عارفاه لانه تشاف في اليوتيوب. اما في الصراحه رغم الظروف ديال نزول التراك، بحكم انهم كانوا في البار، وكانوا في ظروف ما تخليناش نأيدوهم اصلا، كلمات كانت بصراحة جميلة، كانت تمشي في الاتجاه بلا ما نسبوا حد، ما نعيروا حد، ما حتى حاجة، لأن الكلمات بصراحة كانت هادفة، كلمات ممتازة. اللي خسرها هو بداو كيسبوا في رموز المملكة، اللي حنا ما نبغيو حتى واحد يسبهم، وخط أحمر. خويا بالنسبة لتأييد الشعب، أنا كنلاحظ بأن الأوضاع الاقتصادية خاصها حل، وحنا ضد الظلم في اي مجال، حنا ضد الظلم، والظلم ماشي مستفحل حتى لهذ الدرجه، كاين ظلم في كاع القطاعات وكاين حوايج زوينين اللي كيداروا في كاع القطاعات. اذا حنا باختصار هو ان الناس ساندتهم الوقت اللي سمعت بانهم راه روشيرشي. المهم شي وحدين اللي غايه في نفس يعقوب، لاحوا ديك القضيه ديال راه روشيرشي والناس تعاطفت معاهم، مساله عاديه الناس تعاطف معاهم، مسألة عادية، لأن واحد يخرج أغنية الغد ولا روشيرشي الناس غتعاطف معاهم، ولكن الحقيقة هو أنهم ماشي روشيرشي. وثيق بيا، ساهل باش يتشدوا، معروفين في كاينين، علاش ما تشدوش؟ إذا ماشي روشيرشي. القلاوي اللي تشد، القناوي اللي تشد، تشد على مسألة أخرى عارفها أي واحد، هو علاش معتقل على قبلة، والأخرين ما معتقلينش، راه أحرار ما معتقلين ما والو. وبالنسبة للمنظمات الحقوقية ولا الجمعيات الحقوقية، خاصهم ينوروا الشعب وخاصة المؤيدين لهذا الثلاثي بأنهم ما معتقلين، ما روشيرشين، ما حتى حاجة، هما حرين يقولوا اللي بغاو. وفي عهد محمد السادس كنلاحظوا بأن أي واحد كيقول اللي بغا ما كيتعتقلش، وهذه حاجة، هذه بادرة حسنة اللي كنشوفوها في عهد الملك محمد السادس الله يشافيه. كلمة أخيرة كنقول أمثال هذا الثلاثي، هذه الموهبة اللي عطاهم الله يستغلوها في شي طريق أخرى غتكون أفضل، وما يعيروا حد ما حتى حاجة، يمشيو في التغيير. سيدنا راه هو أول واحد واقف على التغيير، حنا كنا كنتمناو التغيير بلا ما نعيروا حد، ما نسبوا حد ما حتى حاجة، والله يوفق الجميع.